مرحبا، محاضرة اليوم هي المحاضرة الثامنة وهي محاضرة تحليل الشبكات. الهدف من هذه المحاضرة هو أولا الإجابة عن السؤال التالي، وهو كيف يتم تشكيل شبكة هندسية والتحقق منها في ArcMap، بالإضافة إلى تنفيذ مثالين حول التطبيقات الخاصة بتحليل الشبكات. تطبيقات تحليل الشبكات هي التطبيقات المبينة بالشكل التالي، لكن نحن في هذه المحاضرة سنركز فقط على تطبيقين منها، وهي أولا تطبيقات الطرق، حيث سيتم إيجاد المسار الأقصر الذي يصل بين النقطتين، بالإضافة إلى القيام بمجموعة من التحليلات على مناطق الخدمة. في القسم الأول من المحاضرة سنتعلم كيف يمكننا تشكيل شبكة هندسية، لكن بالبداية نقول أن تحليل الشبكات يعني إيجاد طرائق لنمذجة الشبكات على أرض الواقع، كشبكات الطرق، شبكات النفط والغاز، شبكات الكهرباء، كل شبكات البنى التحتية، وذلك اعتمادا على الشبكات الهندسية والقيام بتحليلها. قبل البدء بتشكيل أي شبكة هندسية يجب علينا الإجابة عن مجموعة من الأسئلة. أولا، هل الشبكة المطلوب تشكيلها هي شبكة ثنائية البعد أم تحوي بيانات ارتفاعية، بالتالي هي شبكة ثلاثية الأبعاد؟ ما هو حال الخطوط في هذه الشبكة؟ هل هذه الخطوط حقيقة متصلة بشكل صحيح؟ هل يوجد فيها overlapping؟ هذه الإشكالات سبق وتعلمنا في محاضرة التوبولوجي كيفية حلها. إذن بالاعتماد على مهارات التوبولوجي نقوم بفحص الشبكة والتأكد من الاتصالات الصحيحة فيها إن كانت موجودة أو لا، وإيجاد الحلول. يجب أيضا معرفة معنى كل حقل ضمن كل طبقة بيانات تشترك بتشكيل الشبكة. السؤال ما قبل الأخير يعني تحديد نوع التحليل الذي نريد القيام به. في القسم الأول لن نقوم بتحليلات، سنقوم فقط بتشكيل شبكة هندسية، لكن عند القيام بتحليل يجب أن نحدد نوع هذا التحليل، وذلك بهدف الإجابة عن السؤال الأهم، وهو هل البيانات المتوفرة لدينا حقيقة تدعم القيام بهذا النوع من التحليل، تمكننا من القيام بهذا النوع من التحليل أم لا. إذا ننتقل الآن إلى ArcMap. من GIS Tutorial ثم Network Analyst Exercise 2 نلاحظ أنه لدينا قاعدة بيانات جغرافية باسم باريس، كليك مزدوج، فنلاحظ أيضا أنه يوجد لدينا فيتشر داتا سيت باسم رود نتورك. إذن الشبكة التي سنقوم بتشكيلها هي شبكة طرقية، أيضا كليك مزدوج، فنلاحظ وجود طبقتين من البيانات، الطبقة الأولى اسمها باريس تيرنز والطبقة الثانية اسمها ستريتس. أكثر ما هو أساسي في النتورك داتا سيت هو مصادر هذه البيانات الشبكية. إذن عندما نريد مثلا كما هو سيتم الآن تشكيل شبكة طرقية، فإن أهم ما يجب أن يكون متوفر لنا أو لدينا في شبكات الطرق هو طبقة خطية تحوي الشوارع. نسحب هذه الطبقة إلى داتا فيو. هذه هي الشوارع التي سنقوم بتشكيل شبكة هندسية تربطها فيما بينها، بالإضافة إلى أنه من الضروري أيضا معرفة كيف تتم الانتقالات بين هذه الشوارع. إذن أيضا نريد طبقة خطية تدلنا على الانتقالات بين الشوارع، لأننا كما نعلم الخطوط هي خطوط، فإذا هي لا تحوي على أي بيانات، لا تمكننا من معرفة الانتقالات بين الطرقات. نسحب هذه الطبقة أيضا إلى الخريطة أو إلى داتا فيو أيضا، ويمكننا تغيير الإظهار لها مثلا بحيث تظهر لدينا الانعطافات. طبعا نلاحظ بشكل مباشر أن طبقة ستريتس فيها ثلاث أصناف، أولا
الطرق السريعة والطرق المحلية والطرق الرئيسة. نلاحظ أن الألوان غير واضحة بشكل كبير، مثلا لتكون لوكال بلون أزرق بهذا الشكل، والهاي ويز مثلا بلون أسود بيج، حتى يتم التمييز بينها وبين الانعطافات. بيعمل زوم ليتوضح لنا معنى الكلمة أكثر. نلاحظ كيف هي الانعطافات. إذن الكتوم من هذا الطريق يمكننا من الذهاب في الطريق بهذا الشكل التالي بهذا الشكل، لكن لا يمكننا الانتقال بالاتجاه المعاكس. نفس الأمر هنا، نفس الأمر هنا. طبعا بعمل ديجيتايزينج أو ما يسمى ديركشن ديجيتايزينج يمكننا حتى تحديد كيف يتم الانتقال بشكل أدق، مثلا بهذا التمثيل للانعطافات أو للترنز. فهذا يعني أنه إذا كنت قادما من هنا فيمكنك الذهاب بهذا الاتجاه، وإذا كنت قادما من هنا يمكنك الذهاب بهذا الاتجاه. بينما إن كان هنالك سهم هنا فهذا يعني أنه حصرا يجب أن تكون قادم من هذا الطريق وتتجه إلى هذا الطريق. هذه عملية متقدمة إلى حد ما لا نريدها، لكن فقط لأخذ العلم. إذن الترنز أو الانعطافات هي الخطوط التي تبين لنا كيفية الانتقالات بين الإدجز. الإدج عندما نقول كلمة إدج فإننا نعني كل خط يصل بين عقدتين، كل خط يصل بين عقدتين من هنا إلى هنا، two nodes أو two vertices. لنبدأ بطبعا عملية تفحص هذه الشبكة، وإن كانت الخطوط فيها متصلة بشكل تام أو لا، هذا أمر يترك للطالب كتطبيق. وإن كانت هذه الشبكة هل هي ثنائية الأبعاد أم ثلاثية الأبعاد، فالشبكة التي نعمل الآن عليها هي شبكة ثنائية الأبعاد، وليس يوجد لدينا بيانات حول الإليفيشن. الآن ننتقل إلى السؤال التالي، وهو التعرف على هذه البيانات ومعرفة كل حقل ماذا يعني. كليك يمين على Streets ثم Open Attribute Table. نلاحظ أنه يوجد لدينا مجموعة من الحقول. الحقل الأول حول ID لكل عنصر، ثم الحقل الثاني لشكل هذا العنصر، كلها خطوط طبعا. ما هو الاسم الكامل لكل شارع؟ CFCC هي Census Feature Class Code، أي رموز الأصناف للكائنات فيما يتعلق بعمليات الإحصاء السكان. لكل شارع رمز خاص به فيما يتعلق بهذه المعلومات. Meters هي خاصية تتعلق بالكلفة، سنتحدث عنها بشكل موسع في أثناء تشكيل الشبكة. FT minutes الزمن لعبور مثلا هذا الطريق من إلى from to. TF minutes أيضا الزمن اللازم لعبور الطريق لكن to from. لكل شارع يوجد كود خاص به، وأيضا يوجد صنف خاص به. One way هو لتحديد كيفية الانتقال، هل هو from من أم هو to إلى. Hierarchy هي خاصية أيضا تتعلق بأمور تشكيل الشبكة، خاصية هامة جدا، وتعني أن الطريق كلما كانت رتبته أعلى فهو أكثر أهمية. مثلا عندما نريد أن نعبر من مدينة إلى مدينة فنحن لسنا بحاجة لعبور كل الطرق في التي تصل بين هاتين المدينتين. إذن نلجأ إلى تحديد الطرق ذات الترتيب الأعلى والتي تصل بين هذه المدن بدلا من الخوض مثلا في الشوارع المحلية.
أيضا هنالك تسمية لكل شارع، هل هو هايوي طريق سريع أم هو شارع محلي أم هو طريق رئيسي. العبور على هذا الطريق هل هو متاح أو لا، true or false، وكذلك طول هذا الطريق. ننتقل الآن إلى تشكيل الشبكة الهندسية، وذلك من ARC Catalog، حيث يتم تشكيل كل قواعد البيانات وإدارتها. كليك يمين في أي مكان فارغ، New، ثم New Network Dataset. طبعا يمكن تغيير الاسم الافتراضي الذي يقترحه ARC Map، ولكن الأهم من ذلك كله هو قراءة هذه الملاحظات التعليمية، فهي فيها شرح وافي لعملية تشكيل للمراحل الخاصة بعملية تشكيل الشبكة. فمثلا هنا يؤكد على أن كل الفيتشر كلاسز هي أساس ومصادر لبناء الشبكة. Next، ما هي الفيتشر كلاس التي هي تمثل حجر الأساس لبناء الشبكة؟ هي طبقة الشوارع. Next، ثم هل تريد نمذجة المنعطفات في هذه الشبكة؟ طبعا اعتمادا على الفيتشر كلاس وهي Paris Turns. Next، ثم ننتقل إلى كيفية الاتصالات بين عناصر الشبكة، بين الإدجز، بين الخطوط. ونلاحظ أنه هنا يعطي إشارة بأن هذه القواعد للاتصالات يمكن تغييرها حتى بعد بناء الشبكة. Connectivity، كليك على Streets. طبعا هنا نلاحظ أنه يوجد لدينا Subtypes موضحة كانت بشكل مباشر في ArcMap. نختار هذه الطبقة ونلاحظ أنه أضاف لنا السبتايبس، الأنواع الجزئية للشوارع Highways، Major Roads و Local Streets. كيف تتصل الطرق السريعة مع بعضها؟ لندع هذه الطرق تتصل مع بعضها فقط عند نقطة النهاية. يمكن أن تتصل مع بعضها في أي نقطة، ويمكن أن تتصل مع بعضها فقط في نقاط النهاية. طالما أنها شوارع سريعة أو طرق سريعة، وهنا لدينا طرق رئيسية، فمن الأفضل أن تتلاقى هذه الطرق ذات المراتب العالية فقط في نقاط النهاية. بينما بالنسبة للشوارع المحلية، فكونها يوجد فيها الكثير من التشعبات والالتقاء، نقاط الالتقاء، فلتكن عند أي قمة، عند أي ذروة، any vertex. okay. next، هل يوجد لدينا حقول ارتفاعية؟ سبق وذكرنا أنه لا يوجد حقول للارتفاعات، وهذا ما تم تبيانه في جدول الاتريبيوتس الخاص بستريتس. بالتالي لا نستطيع اختيار أي حقل من هذه الحقول التي ممكن اختيارها كحقول للارتفاعات. نتابع في تحديد معالم الشبكة. كليك Next. ننتقل إلى نافذة جديدة وهي نافذة الأتريبيوتس. نلاحظ أن البرنامج قام بخلق مجموعة من الخصائص بشكل افتراضي لكل خاصية: اسم، استخدام، واحدات، ونوع. مثلا الخاصية meters و minutes هي ذات الاستخدام cost، وعندما نتحدث عن cost فنحن نعني أي التكلفة، فنحن نعني قيمة تراكمية تزداد بينما يتم التنقل بين عناصر الشبكة. يجب أن تكون هذه القيمة أقل ما يمكن. إذا كان الهدف مثلا المسار الأقصر، بالتالي يجب أن يكون عدد الأمتار هو الأقل. إذا كان الهدف هو المسار الأسرع، بالتالي يجب أن يكون عدد دقائق هو الأقل، أو الثواني، أو أي واحدة زمنية بالنسبة للزمن. طبعا الواحدات هنا تم اختيارها minutes، الواحدات للمسافات تم اختيارها أمتار، ويمكن التغيير بالشكل الذي نريده. بالنسبة لنوع الاستخدام هو دبل رقم 20 بدقة مضاعفة لعدد أرقام الفواصل بعد الفاصلة. بالنسبة للone way هي أيضا خاصية، لكن خاصية تقييدية،
أي هذا الطريق الذي نعبر خلاله، هل هو متاح لي العبور باتجاهين true أو باتجاه وحيد false، باتجاهين one أو باتجاه وحيد zero؟ هذا النوع من القيم اسمه بوليان، وطبعا لا يوجد واحدات. بالنسبة لهيراركي سبق وتحدثنا عن هذه الخاصية من أجل تحديد مراتب الطرق بالنسبة لبعضها وتمييزها عن بعضها من حيث الأهمية، والنوع هو integer. road class هي خاصية من أو استخدامها descriptor، استخدامها وصفي، أي هي معطيات وصفية. مثلا نريد تحديد نوع الطريق أو طول الطريق، مثلا هل يوجد مواصفات خاصة بوسائل المواصلات لكي تتناسب مع عرض الطريق؟ يعني أي وصف نريده يمكن إضافته كخاصية في الشبكة، والداتا تايب يمكن أيضا تحديدها بالشكل الذي نريده. طبعا لتغيير في أي قيمة من قيم الخصائص نذهب إلى evaluators ونقوم بتحديد أي قيمة جديدة نريدها أو تغيير في هذه القيمة. لنقوم مثلا بإضافة خاصية تعنينا نحن، نريد مثلا تقييد الانعطافات، نريد أن المنعطفات لا يمكن الذهاب فيها في الاتجاه الآخر، هي فقط باتجاه واحد. فمن الزر add نكتب مثلا turn restriction، ما هو الاستخدام؟ تقييد، إذن restriction. فبشكل افتراضي أعرف أن طالما أنت اخترت restriction بالتالي لا يوجد واحدات، وبالتالي النوع هو boolean. أوكي، بهذا الشكل ننتقل إلى الخطوة التالية. يسأل البرنامج هل تريد إنشاء اتجاهات للقيادة؟ فنعم. ومن أجل أخيرا يعني وليس آخرا، من أجل إظهار أسماء الطرق على الشبكة نذهب إلى directions، ومن التاب general نختار أن يكون الاسم full name. أوكي، ثم next. بهذا الشكل يكون قد أظهر لنا البرنامج كل الخصائص التي تمت إضافتها للشبكة التي سيعمل على إنشائها في حال تم ضغط زر finish. كليك ويبدأ الآن إنشاء الشبكة. ما معنى هذا السؤال؟ The new network data set has been created. Would you like to build it now? Yes. إذا الآن قام بإنشاء الداتا الخاصة بهذه الشبكة، ثم سيعمل على بناء الشبكة. بعد ذلك يظهر لدينا السؤال التالي، هو عن إضافة كل feature classes إلى الخريطة. نعم، بهذا الشكل يتم تشكيل شبكة هندسية. نلاحظ في الأرك كتالوج أصبح لدينا طبقتين إضافيتين، الطبقة الأولى وهي شبكة رود، والطبقة الثانية هي طبقة نقطية باسم الشبكة وهي طبقة من نوع junctions. Junctions هي عمليا طبقة تدلنا على النقط حيث تلتقي كل الخطوط وكل الـ edges في الشبكة. لنتأكد من صحة هذه الشبكة التي قمنا ببنائها، طبعا نقوم بتفعيل الـ Network Analyst Toolbar. أولا إن لم يكن موجود لدينا في التول بارز المتوفرة أو المتواجدة هنا، إن لم يكن لدينا خيار Network Analyst، هذا الخيار إن لم يكن موجودا، فمن Extensions
نتأكد من أنه تم تفعيل كل هذه الخيارات. مثلا في المحاضرات القادمة سنلجأ إلى Special Analyst، بالتالي نحن بحاجة مثلا إلى هذا الامتداد، يجب أن يكون مفعل. نتأكد من تفعيل كل الامتدادات مبدئيا. إذا من Customize Toolbars نفعل شريط Network Analyst، ويظهر لدينا الشريط بهذا الشكل. ثم ننتقل إلى أداة Network Identify Tool. لنتأكد مثلا من هذا المنعطف، نلاحظ أننا شملنا H و Turns. بالعودة إلى بناء الشبكة، مثلا هنا نريد خصائص Turns. بالعودة إلى بناء الشبكة نذكر أننا أضفنا خاصية Turn Restriction، لكن عند بناء هذه الشبكة لم نجعل أي قيم أو لم نحدد أي قيم لهذه الخاصية التقييدية للمنعطفات. بالتالي Turn Restriction كانت Traversable، أي الانعطاف هذا هو قابل للحركة في الاتجاهين. لنفترض أننا نريد الآن تغيير الإيفاليويتر. سبق وأشرنا أنه يمكن تغيير بعض معطيات الشبكة حتى بعد بنائها. من أين يمكن تغيير هذا؟ إجراء هذا التغيير من Network، كليك يمين ثم Properties، نذهب إلى تاب Attributes إلى الخصائص. هذه هي الخاصية التي قمنا بإضافتها من Evaluators، ثم ما كان يعنينا هو Paris Turns، كليك عليها. التايب لهذا النوع من الخصائص سيكون Constant، قيمة ثابتة، والفاليو إما أنك ستقوم بتجاهل التقييد Ignore Restriction أو أنك ستستخدم هذا التقييد. في حال تم اختيار Ignore Restriction فإذا أنت تعني أن هذه المنعطفات هي Traversable. لا، نريد تقييد هذه المنعطفات ف Use Restriction و Apply أو OK ثم OK. نعود مجددا إلى نفس المنعطف ثم إلى Turns. ماذا أصبحت لدينا القيمة؟ ممنوع، Prohibited. إذن يمكن أيضا التحقق من مجموعة من الخصائص الأخرى. هذا الأمر أيضا يترك للطالب للتحقق من خصائص الشبكة التي تم بناؤها. بهذا الشكل يكون انتهى القسم الأول من المحاضرة، وننتقل إلى القسم الثاني